تم تمويل وتهيئة 56 ورشة عبر التراب الوطني لصنع الكمامات، وحاليا قدمت اتصالات الجزائر لمديرية التربية لولاية خنشلة. الحصة الأولى كانت بمثابة 2800 كمامة للممتحنين الذين أجروا امتحان شهادة التعليم المتوسط، واليوم تم تقديم 8000 كمامة لصالح الممتحنين لشهادة البكالوريا. إذن تشرفنا اليوم كمديرية التربية باستضافة ممثلي عن غرفة الصناعة التقليدية بالتنسيق مع مؤسسة اتصالات الجزائر وبحضور السيد مدير السياحة لاستلام أكثر من 11000 كمامة كهدية أو كهبة لقطاع التربية لتوزيعها على مختلف مراكز امتحانات شهادة البكالوريا. نتقدم بالشكر الجزيل وننوه بهذه المبادرة التضامنية التي ستحفزنا لأداء امتحان شهادة البكالوريا في ظروف جيدة.